سلام، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين يا حلوين؟ الحين بنصور لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك. ترى هذا بيتنا الجديد. يلا كلام، نشوف ايش قاعد يسوون. شايب نايم؟ صدق ذا شايب نايم. قوطي رمضات عصر تفاح أخرني قوي. واو، شمس قوية. طبعاً أمس نظفنا سيارة ماما. قل لهم ايش رايكم في بيتنا الجديد. قل لهم رايكم بيتنا الجديد في رمضان هناك. طبعا كيف نختار غرفة كيان، بعدين صار غرفة لأنه مكيف. وي كيان، تعال غسل السيارات. السيارات برا السيارات للألعاب. سيارات للألعاب. تعالوا كيان، سيارة الأطفال أنت بتغسلها. قل لها يلا قدام. تعالي قدام جيبي. يلا الزبون تبع السيارة بيدخل المغسلة. ها يلا تعال، قل لها قدام. تعال قل لها تفضل. يلا كم غسيل؟ لا يعني فري اليوم، في عرض يعني. اوكي يلا. احنا هو اللي بيغسل السيارة. انت كاستمر، انت تضرين سيارة تخلص صح؟ تلمع السيارة من الغبار. يلا جيب، عندك سيارة ثانية عاد ركبي فيه وتعالى زي الزبون. تعالي ورا مشغولة الحين عند الزباين. ها خلصت السيارة كيان؟ ايوه. اوه زي عندنا كاستمر ثاني. شوف سيارة. ها اوكي. انا الحين اجين. شكرا. سيارة نظيفة جميلة صارت صح؟ يلا ركبي وتفضل عندنا سياراتنا بنغسلهم. يلا. باي. يلا ورا مشت السيارة خلاص. انت الحين فتحتي المغسلة صح؟ ايه. ايش رايك؟ هذا الزبون جاي. يلا. يلا قولي له قدام. تعال. سيدة. انت زبون ما تسمع الكلام، ما بنغسل سيارتك. ليش؟ لانك تسرع في المغسلة. زين قام. يلا. اوكي؟ مية. اوه مية للبنات غالي غسيلهم. مية. هذه السيارة بمية؟ استراحة حبيبي ونغسل لك السيارة. احمد تفضل. استرح هنا حبيبي. تفضل. ايوه زين اصبر. يلا.
الله. اوكي خلصت؟ يلا. سيارة نظيفة. يلا جو باي. يلا باقي اخر سيارة. عثر حتى مواطير تغسلون صح؟ يلا قل لها تعالى تعالى. خمسمية. اوه يبصر الاولاد احسن من البنات غسل. يلا اوكي اوكي موافقة موافقة. يلا غسل حبيبي غسل العابكم حلوين. رات اطفال ايش رايكم؟ والغسيل كله بخمسمية بستمية وكم زينب انت قبلت؟ 400 بمية على حسب تدرون يعني. كبرة كبرة كلين كلين. يلا الحين بالماي. خلص زعق الزبون قل له يلا 600 جيب 600. شكرا يلا تفضل سير مطورك. يلا يلا باي. مشروعنا الجديد غسيل سيارات اطفال. خلصنا فلوس واجد شايكم. يلا خلنا ناخذ بريك قص بالراحه. ناخذ بريك شوي. أنا بعد تعبت شمس وحار والعمل شاق صح؟ نشرب ماي عطشانين صح؟ وناخذ بريك ونستريح ونرجع العمل ثاني. يلا وقت البريك يشربون ماي ساطر. وانت شرب ماي. اوكي يا ماي زينب البريك عطشنا من العمل صح؟ نشرب ماي ونتنشط نايم راح شوي بريك نرجع العمل. يلا جو.